شالوا ل 126 تانية 85 متر. المبنى كله من الحجر الطبيعي، نحن بأشرفية صحنايا خلف البنك العربي بمسافة 500 متر. عم نشوف المصعد راكب الشقتين بالطابق الثاني، طابق أخضر، هنشوفهم مع بعض. هنعمل جولة سريعة بالأول. هي شكل الباب من برا، هي باب المصعد، 3 غرف وصالون، غرف كبيرة، طابق أخضر، مساحة 126 متر، طابق ثاني. عم نشوف المحيط بالكامل، حجر طبيعي، الأبنية، هي الموزع، هي المطبخ، طبعا هيكون جاهز، الحمامين هيكونوا جاهزين. اتمنى منكم بالبداية تشتركوا معي بالقناة، ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. هي نظرة لسقف الموزع. على ايدي اليمين الغرفة رقم 1، تعتبر غرفة الضيوف او غرفة الجيست روم، مساحتها جيدة، اول سكن. هي الفيو المباشر من هي الغرفة. اتجاهات الشقة قبلية شرقية. بتمنى منكم تكونوا شفتوا الفيديوهات السابقة اللي عرضناها خلال الأسبوع الماضي ويوم الأحد بأشرفية صحنايا. هي الصورة للموزع. هي الغرفة رقم 2، ديكورات بسيطة وحلوة. الشقة حتكون جاهزة خلال 20 يوم إن شاء الله. هي الغرفة رقم 3، من ضمنها بلكون. ضمن هي الشقات فيها غرفتين، من ضمنهم بلكون، حنشوفهم مع بعض. عم يظهر معنا هون رقم واتساب لأي استفسار بخصوص السعر أو أي عقار تاني موجود عندي على القناة. أي منطقة حابين نخدم لكم إياها ممكن تكتبوا ليها تحت بالتعليقات أو تتواصلوا معي عن طريق الواتساب مثل ما شفتوا من دقائق. هي الغرفة الثالثة، أو ممكن نعتبرها الصالون، مساحتها كبيرة، كمان من ضمنها بلكون، حنشوفها مع بعض. هي نظرة سقف البلكون. طبعا ضمن هذا الفيديو في شقة تانية مساحتها 85 متر، خليكم معي لنهاية الفيديو حتى تقدروا تشوفوها مع بعض. هذا الحمام المشترك للغرف. هذا الحمام رقم 2. وهي المطبخ، طبعا كمان حيكون جاهز خلال ايام ان شاء الله، تسليم فوري، طابو اخضر. هي نظرة من زاوية تانية. برجع بذكر بالاشتراك حتى نقدر نكمل بالفيديوهات ونعرض كل المناطق بإذن الله. هنشوف الشقة التانية مساحتها 85 متر، هي الصالون تبعها، هي غرف عدد 2، هي صورة للموزع، هي نظرة للمطبخ، وهي الحمام. برجع بذكر مساحتها 85 متر مقابلة للشقة 126 اللي شفناها ببداية الفيديو، اتجاهها قبلي غربي، تقريبا نفس الفيو اللي بتشوف الشقتين. هاي الصالون مثل ما شفنا، هذا الموزع، هذا الحمام الوحيد بالشقة، مساحته جيدة. طبعا حتكون كمان الشقة جاهزة خلال 20 يوم بإذن الله. هي الغرفة الأولى، مساحتها كمان جيدة، من ضمنها بلكون، طابو أخضر. وعم يظهر معكم رقم الواتساب حاليا مشان أي استفسار بخصوص هذا العقار أو أي عقار تاني أو أي منطقة حابين نخدمها أو أي استفسار بخصوص الخدمات العقارية اللي بنقدر نساعد فيها. على ايدي اليمين الغرفة رقم 2. عنا مساحات مختلفة بالاشرفية، وان شاء الله حنخدم جديدة عرطوز بأقرب وقت. هي نظرة للمطبخ، شبه جاهز بإذن الله، حيكون خلال 20 يوم حيكون تسليم جاهز بالكامل.
هي هي كانت شقاتنا التنتين بشرفية صحنايا خلف البنك العربي بمسافة 500-600 متر، وإن شاء الله هنشوفكم بشقة جديدة وعقار جديد ضمن دمشق وريفا. شكرا للمشاهدة.